الإيمان احتفاء بالمرأة المغربية المعطاءة سواء داخل أو خارج أرض الوطن، سواء داخل المنزل أو في يعني كربة بيوت أو اللي كيمارسوا المهن ديالهم خارج البيوت. حنا اليوم كنتواجدوا بواحد المعرض اللي هو بنون النسوة، تزامنا كما قلت مع اليوم العالمي للمرأة. المرأة المغربية لا تقارن ولا تضاهى، لأننا كنفتخروا بها فيما مشينا، هزات الراية عاليا. أهلا وسهلا، تعرفوا على النموذج اللي معنا اليوم. كنشوفوا العديد من المنتوجات التقليدية اللي هنا بالمنطقة ديال بومندات اللي محسوبة على إقليم تنغير. نتعرفوا عليك أولا. نورة فضيل، نائبة رئيسة التعاونية إضوضة للنسيج، قلعة مقونة، أي تحية. واخا هذا معرض ديال يعني المنتوجات المحليه والمنتوجات يعني من غير المحليه. واخا شحال من مرأة يعني كتقوم على هذا المنتوج هذا؟ حنا 11 تنخدموا 11 ديال البنات. اكيد كنتميو للعالم القروي. العالم القروي. كيفاش يعني كسرتوا داك الحدود وداك الحواجز وخرجتوا لسوق الشغل؟ يعني الا درتي شي حاجه في راسك راه غتوصليها. نعم. في الاول لقينا صعوبات بزاف، يعني كاين شويه ديال يعني حشومه وهذه، درك عارفه العالم القروي محافظين، ولكن الحمد لله الا درتي شي حاجه في راسك غتوصليها. كاين شي اقبال على المعرض؟ الحمد لله يلاه بدينا، باقي ما يعني اليوم الافتتاح ديال المعرض. اذا اليوم افتتاح. اليوم الافتتاح. وشحال غادي يبقى هذا المعرض هذا؟ 6 أيام ان شاء الله. بالنسبه للاثمنه هي يعني بحال اللي كنقولوا على بوغتي، في المتناول ديال الناس. اي في المتناول ديال الجميع، يعني اي واحد عجبته شي حويجه ديروا مع الثمن. الحمد لله، بحكم المنطقه يعني غتحطي ثمن مناسب للجميع. واخا وحنا مقبلين على العواشر، يعني اكيد المراه المغربيه غادي تحتاج جلابه، غتحتاج قفطان، غتحتاج حويجات ديال الدراري الصغار بالنسبه 20 في رمضان. ياك اذا رسالتك للنساء المغربيات اولا وكذلك القرويات بصفه خاصه. الرساله ديالي لهم يعني اي وحده بغات دير شي حاجه راه غتوصل لها باي طريقه. بنادم غير يزعم راه غيوصل اي مرة مغربية سبارة. ياك بزاف ما جاي شوية. إذا تقدر دير كل شيء. أي الحمد لله، خصوصا أن ملي كنشوفوا المرأة المغربية كتمتهن يعني حتى المهن ديال الرجال حاليا. كنلقاو المرأة كتسوق الموك، كتسوق التران، يعني داروا بزاف ديال الإنجازات. هذا دليل على أن المرأة المغربية حاضرة بقوة. حاضرة بقوة، ما كاينش شي ميدان اللي محتكر على المرأة، يعني داخل على جميع الميادين وعطات فيهم. اي وبزاف ماشي شويه. وحنا كذلك دائما كنحتفيو بالمراه المغربيه بمناسبه اليوم العالمي للمراه، وكنشوفوا هذا المعرض المتميز اللي كاين بمنطقه بومندات اللي هي تابعه لاقليم تنغير وتعاونيه اللي كتعطي المنتوج المحلي. كنشوف العديد من المنتوجات اللي هي خاصه بالتجميل للمراه وكلها طبيعيه. كنشوفوا الكحول، كنشوفوا الصابون البلدي، كنشوفوا السواك، كنشوفوا داك الشيء اللي كنا كنشوفوه قديم ولكن بتقنيه جديده. دابا الحمد لله ولات الدنيا كتطور، كيقراو البنات وكاين كيوريو اللي ما قاريينش، وكان اللي كيقراو حتى اللي قاري في المحاربه الاميه الحمد لله ولا واعي ويعرف يبيع. المراه المغربيه من طنجه الى القويره. ساكنه متعطشه لهذه الانشطه. متعطشين والاطفال متعطشين والامهات متعطشين، كلشي متعطش لهذه الانشطه.